سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحل غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيام وصفا في جل النواحي في ديالنا ما عدا في جنوب الخط السمارات الداخله فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يزيد شي نشد الشتاء في الريف الاطلس الكبير والاطلس المتوسط واللي يمكن تضرب فيه شويه ديال الرعده الريح غادي يصد شمالي غربي في عامه المناطق والقوه ديالو غادي تكون مجهده شويه في عبده سوس درعه والساقيه الحمراء الرطوبة في الجو ما بين 55 و 80 في المئة في النواحي الساحلية وما بين 25 و 45 في المئة في المناطق الأخرى الحرارة وسط النهار غادي تطلع بشي درجة ولا جوج بالخصوص في النواحي الوسطانية والشرقية 24 درجه في الليف ونحيه عبده 25 درجه في اللوكوس والأطلس المتوسط 26 درجه في واد الذهب 27 درجه في المنطقه الشرقيه 30 درجه في سيس والساقيه الحمراء 32 درجه في الغرب الشاويه ونحيه الدكاله 33 درجه في تادله ونحيه سوس 34 درجه في ناحيه الحوز 35 درجه في ناحيه درعه و36 درجه في ناحيه تافيلات اذا الحال مازال فيه شويه ديال الغيام في غالب النواحي الفلاحيه ديالنا وفيه شي في النواحي الجبليه ديال الريف والاطلس الرطوبه طالعه شويه في السواحل وهابطه في المناطق الاخرى الريح غربي ومجهد شويه في بعض النواحي الغربيه والجنوبيه والحراره معتدله ولكن طالعه شويه على ديال البارح في بعض النواحي الوسطانيه والشرقيه وفي هذا الطقس خاصنا لازم نردوا البال مع التكاثر ديال السوسه ديال الزيتون اللي الا غفلنا عليها يمكن تهلك طرف مهم من الخلف والزيتون اللي يجي فيه وهذا علاش لازم المراقبه والتتبع ديال الشجر باش الا كان لازم نداويو بالادويه الخاصه وقبل ما يفوت الفوت وان شاء الله بالتوفيق والله يرحمنا